أقول ليطمئن الجميع، أنت بتتذكر أنا شو قلت على رأس السنة مع الإعلامي منشان رجب لما سألوني على الحرب؟ قلت في مناطق بنشوف وهذا اللي صار بالجنوب بعد السير او بالبقاع، صح ضاحي شوي بالجنوب، وهذا اللي صار، والله يحمي لبنان وجنوب لبنان من كل شر يا رب. أقول ليطمئن الجميع وللرد على أسئلة الناس القلقة والكثير حول الوضع اللبناني القادم، فأعود وأكرر بأنه لا حرب شاملة بإذن الله على لبنان أو على أو من الداخل أو من الخارج. هيك منطمن الشعب اللبناني بإذن الله. بالعكس أنا متفائلة للبنان فينا نقول للسنوات المقبلة أو للأشهر السنة اللي جاية. الساحة اللبنانية الداخلية قادمة على بعض التغيرات المهمة التي ستحمل معها التغيير الكبير في المراكز والوجوه، وذلك من خلال الاتفاق على انتخاب الرئيس الجديد وتأليف حكومة جديدة. وهنا أرى أن دولة الرئيس نبيه بري يكون عراب هذه التغييرات، واسم سليمان بيك فرنجية واللواء البيصري في قلب هذا الحدث. ما بغير توقعي مثل ما قلت من سنوات عن سليمان بيك فرنجية. وهلا يعني بين سليمان بيك وبين اللواء البيصري بعدني عندي كل اسمين دائما عم تتداوليهم، ما عم تغيري ابدا. حتى شوي الآن من الدولار ما يرجع يطلع رجع دولار ممكن يرجع يفز 100,000 وما فوق. هلا بالأشهر القادمة ممكن 120-130 بس بيرجع يفز الدولار. نشوف خمس توقعات كارثة في 2024 هتفجرها سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف. أهلا بكم متابعينا الكرام في حلقة جديدة من توقعات ليلى عبد اللطيف. ترقبوا معانا التوقعات دي. الالتهاب الرئوي هيظهر بشكل لافت خلال السنة دي، يعني سنة 2024 و2025، وهيسبب أعداد كبيرة من الإصابات والوفيات ويهدد أرواح الناس. أمراض معدية هتنتشر في عدة دول بالأخص في تايلاند وإثيوبيا والهند والفلبين ونيجيريا ونيبال والسودان وباكستان وأفغانستان. والأوبئة دي هتهدد أيضا لحدود أوغندا وهتخش في قلب حدود بلاد الكونغو. هنشهد ولادة حلف ناتو عربي كبير هيتألف من جيوش دول عربية كتيرة كبيرة، وهيتدخل عشان يحل الأزمات بالذات عند ظهور بوادر من الخوف والقلق من احتمال اندلاع حرب طائفية مذهبية في المنطقة. وهنا هنشوف قوات الحلف العربي مع أغلب القيادات الشيعية والتنمية الحكيمة هيتصدوا لمواجهة الأحداث القادمة عشان يمنعوا حصول الفتنة دي. كمان ليلى عبد اللطيف شايفة ان كل الدول المتواجدة على خط البحر الأحمر هنشوفها تتأهب وتستعد لمواجهة حصول حدث بارز وخطير، وبرضو دول البحر الأحمر هتتوحد فيما بينها وتتأهب للرد بشكل قاسي وكبير. وده اللي هيخليني أشوف ان البحر الأحمر هيشتعل وهو على أعتاب الحرب، وهيؤدي لكوارث مالية واقتصادية بسبب تداعيات اللي هتحصل في الحرب دي. البحر الأحمر هيكون مسرح للكثير من الأحداث والمفاجآت اللي جاية مع وجود كل السفن الحربية والقوات الأجنبية في مياه البحر، إلا أني أنا أشوف أن الأحداث الحقيقية ما بدأتش لسه، وشايفة أن اليمن والحوثيين هيشكلوا بداية الأحداث الكبيرة والأهداف المباشرة والبعيدة وهتشكل الصدمة والمفاجأة. وهنا هنشوف سفن أوروبية وأمريكية في البحر الأحمر. شبح الموت يهدد ويقلق العالم من مرحلة الاضطرابات المناخية اللي جاية والأعاصير والحرائق الكبيرة والعواصف الرملية اللي هتضرب بعض دول العالم. سنة 2024 هو سنة المفاجآت المرعبة والمخيفة. وكمان ليلى عبد اللطيف شايفة ان في جملة هتقول احنا هنموت بعد شوية، الجملة دي هتنتشر في معظم دول العالم بسبب الأحداث المخيفة اللي بتحصل. إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على صعيد العالم، وده بسبب انفجار مدبر، والاعتداء ده هيطول بعض الشخصيات أثناء وجودهم في طيارة خاصة أو في يخت في البحر. حادثة في الجو، طيارة هتقع وهتشغل العالم ومش هينجو منها حد للأسف الشديد، وده خلال الشهور الأولى من السنة. والعالم هيبقى مع الإعلام تحت الصدمة عشان يعرف ظروف وأسباب سقوط الطيارة دي. عاصفة هتضرب أجواء أوروبا وكوارث ما شاهدناهاش جوه دولة أوروبية خلال سنة 2024. باختصار المأساة هتكون كبيرة.
هيتحول ما يتم وتشيع جنازة أحد الرؤساء لمسرح جريمة كبيرة ممكن يؤدي لوقوع قتلى بينهم عدد من الشخصيات الكبيرة والبارزة في المجتمع. هنشوف أحد رؤساء دول العالم في كارثة حقيقية وهتتنقلها وسائل الإعلام. حالات من الاختناق داخل إسرائيل أثناء تواجد عدد كبير من الإسرائيليين في ملاجئ تحت الأرض هروب من خطر كبير ومن جراء الدخان الكتير الكثيف. عشان كده بقول لكم ان كل اللي هنشوفه النهاردة هيحصل في فلسطين المحتلة وفي العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان هيتحول لبداية للنهاية. وبالرغم من كل الصعوبات والعراقيل اللي هتواجههم هيتوصلوا لحلول وتسويات ناجحة لوقف وانهاء كل الحروب والانهيارات اللي سببتها الربيع العربي الدموي المشؤوم اللي قتل وشرد آلاف البشر ودمر أوصال البلاد والعباد. بورصة العملات العالمية هتدخل دايرة الخطر الشديد وهيحدث تغيير مالي كبير. هتتعرض سريلانكا للأسف لزلزال كبير وتسونامي خطير ومرعب وهيسيب وراه أضرار كتيرة جسيمة وفادحة في الأرواح والممتلكات. وكمان ليلى عبد اللطيف شايفة إن جزيرة مالطا هتتعرض لزلزال كبير ومخيف هيصير موجة رعب كبيرة بين الناس خلال المرحلة الجاية. أفريقيا هتكون في مهب الأزمات الكبيرة والقاسية بسبب مواجهة أزمة غذائية ما حصلتش قبل كده وبوادر ظهور موجة مجاعة وهتخبط على أبواب وحدود دول أفريقية المراحل القادمة. أحداث خطيرة هتقف قدام أبواب النيجر مما يحدث ويجعل الأنظار هتلتفت إلى الجزائر والنيجر بسبب أحداث مؤسفة. وهنسمع عن دولة عربية هتدعم وتساند النيجر في الأحداث القادمة. هنرى صورة تجمع ما بين الوزير باسيل وفرانجي. مش هيكون هناك تشنج بين زعماء العالم. رجع الراجلين عشان يلتقوا مرة تانية وجمعتهما المرة دي الأحداث الجارية في جنوب لبنان على خلفية عمليات طوفان الأقصى. ليلى عبد اللطيف شايفة مشهد مأساوي هيطول أحد الأبنية في لبنان واللي تم إنشاؤه من حوالي 40 سنة في المنصورية في حي بدران. ليلى عبد اللطيف شايفة إننا هنشوف بالصوت والصورة فضيحة هتطول حضانة في أحد المدارس اللي بتعتني بالأطفال. دار حضانة مزينة بالألعاب والألوان وهتخبي وراها أنين أطفال بيتعذبوا من قبل واحدة ست وحش. هنشوف إحدى شاحنات النقل الكبيرة هتأدي لحصول أحداث مؤسفة وهنرى الإعلام ينقل الحدث ده بالصوت والصورة في منعطفات أحد الجبال كحالة في جبال لبنان في اتجاه العاصمة بيروت وهيؤدي التوتر ده إلى توتر كبير في المنطقة وإطلاق نار هيوقع عدد كبير من الجرحى وهيؤدي إلى نقاش وحوار حاد هنسمعه على شاشة إعلامية وهيتطور ويؤدي لاشتباك يتخطى الشاشات. زلزال هيضرب تركيا وهيتأثر بقوته بعض الدول العربية وهيشعر سكان سوريا والأردن ولبنان وفلسطين المحتلة به. قتلى وجرحى هنشوفهم في حالة من الهلع في قلب إسرائيل وكون هذا الحدث غير مسبوق ليؤدي لبث الرعب جوه قلب العدو الإسرائيلي. الصور دي هتشبه الصور اللي بثتها حركة حماس لبدء عملية طوفان الأقصى جوه إسرائيل من غلاف غزة لفلسطين المحتلة. مدينة غزة هتشهد المزيد من التصعيد وأنا شايفة إن الداخل الإسرائيلي هيلتهب بصواريخ المقاومة الفلسطينية. انطلقت جولة جديدة من التصعيد مع رشقات صاروخية مكثفة أطلقتها الحركات المسلحة داخل قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي. حكومة نتنياهو هتهتز وتواجه خلافات وانقسامات كبيرة والداخل الإسرائيلي يفقد الاستقرار السياسي بسبب الحدث ده. وحنشوف مظاهرة بالألاف من عائلات وأنصار الرهائن عند حماس في تل أبيب بيطالبوا باستقالة نتنياهو. لحد هنا حبايبي وإخواتي بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم ده. شكرا لكم وإلى اللقاء.